I like it. 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 كوميكون تونسيا ولا كيما نحب نسميه قطن، هو من اكبر ليفيرمونات كولتور جيك وكوميك بوكس في تونس. اما برغم من ذاك فما حتى فيديوهات فيدباك علي. كي شفت تكتب على اليوتيوب كوميكون تونسيا باش تلاقوا لك فيديوهات فلوجز افتر موفيز. افتر موفيز هذاك اللي وقت تبدا تصور في البلاصه وحاطين عليها اغنيه الافتر موفيز الانترفيوز، ولا فما وحده بتاع واحد قاعد يتشكل اللي هما برشا صاحبه في ليفينمون. اما في كل حالات الانواع هذوك من الكل تلقى برشا وحيد منهم، اما تلقى حتى فيديو فيدباك على ليفينمون. يعني فيديو تقول لك اوكي ريت كوميكون اني مشيت له، هاو الخايب اللي صار، هاو شنو كيفاش تصلح هاك الخايب، وهاو التاثير الجانبي لك الحلول اللي نقدمهم. يعني هاي مشكله، هاو حل المشكله ذيك وتاثيرات الجانبيه للحل هذاك. علاش تاثيرات جانبيه؟ خاطر انت كي تجيب حل في الفيديو تاع فيدباك لازم زاده تقول راهو اوكي الحل نتاعي ينجم يضر هكا ولا نجم يعمل هكا. خاطر انت مش بالضروره الحل نتاعك ينجم يريقل كل شيء، نجم لازم تجيب حل يزيد يخربها اكثر. وفما مرات نجم تلقى حل احسن من حل الاخر، مش ديما الحل او الحل يجي قدام يكون اصح. تفهم بعد اكثر في الفيديو ذي. باش نذكر بالضبط زوج مشاكل اللي هما الدخله تاع ليفينمون اللي انت وقت تدخل اول اشكاليه تصير لك، وثاني حاجه هي الكوميونيكاسيون. باش نذكر عليها باش نقول لهم اوكي هاي المشكله ذي وهاو الحلول الممكنه والتاثيرات الجانبيه نتاع الحلول. باش نبدا لكم صعب الحاجه اللي هي الدخله. بالنسبه للناس ما يعرفوش كوميكون تونسيه تعمل في معرض الكرم في تونس العاصمه. ونورمالمون انت على اول ما تمشي ليفينمون عندك باب براني وباب دخلاني. يعني انت على اول ما تدخل من برا باش تمشي تلقى باب قد البراني يبدا مكتوب فوقه دخول. تدخل الباب هذاك تعدى على الباب هذاك تلقى جماعه ستاف، تعطيه التيكي نتاعك ولا تشريها على البلاصه، يطبع لك على يدك ولا يعطيك براسلي. تمشي تعدى على ساحه كبيره تدخل الباب الثاني. الباب الثاني فيه شنو هو؟ فيه جماعه سيكوريتي. جماعة عندهم ماكينة متاع سيكوريتي يعدي فيها، تحط الساك متاعك انتي على جنب في الماكينة، يعني عندك ساك، تحط الساك متاعك وتدخل انتي على باب كبير حديد، تتعدى في هذاك باش توري راه اوكي ما عنديش حتى شيء حديد، كامل تتعدى على سكانير، ومرحبا بيك ليفينمون، امورك مريقلة. هذا اون تيوري. اون براتيك شنو؟ كي تشد انتي تمشي للكوميكون، أول حاجة تلاحظها اللي راهو صف طويل برشا. يعني انتي على أول ما جيت، في عوضة اوكي تفضل التيكي متاعك وتدخل طول. شد صف طويل تقعد تستنى، يعني شوف تستنى ساعة ساعتين، والأخير من هذاك تقعد تستنى في الشمس، خاصة الشمس فيك السخانة ذيك راهو سخانة الصيف مش نورمال. بعد هذاك تقول أوكي ماكس تعديت على الصف هذاك استنيت ساعة ولا ساعتين الأمور مريقلة. لا، خاطر بعد تكمل تتعدى على الساحة تدخل في الباب الثاني اللي فيه جماعة السكيورتي، تلقى زادة البلاصة مليانة. يعني الجماعة السكيورتي فما كان باب برك يعدي الناس، يبدأ يعديو بالواحد بالواحد، وكونوا فيهم برشا ناس جايين، واللي صف مثقل ما تعديش مرتاح. والذي ظن ظاهره مشكله جديده برشا لازم معناتها نشوفوها بالضبط شنو الحل لها. ابسط حل نظن اللي هو اوضح واحد، دخل اكثر ناس يخدموا. يعني انت في عوضه تستعمل باب برك في الدخول في ليفينمون استعمل زوز بيبان، خاطر معرض الكرام عنده زوز بيبان بتاع دخول. معناتها الباب الاولاني والثاني في عوضه تخدم خمسه من الناس في الباب تولي خمسه شدولك اكثر ناس الزوز بيبان هذوك. ومن بعد ما الناس يوليو يدخلوا تخدم اكثر ناس يحطوا يخدموا في السيكوريتي، ولازم تشوف تدخل ماكينه اخرى باش الريتم يولي اسرع وش الناس يوليو يدخلوا فيسع. اما ضايا ماهيش حاجه معقوله. علاش؟ خاطر منشيره الباب الثاني نتاع معرض الكرم مش ستيل نتاع كيما الباب الاولاني. يعني انت كي تتعدى ما فماش كشك صغير هكا ينجم يقعد فيه الستاف ينجم يعطيك فيه التيكي والكل، معمول قش عليها حديد هكا طوال، حديد هكا هابطين طوال، اللي ماهوش ستيل اللي نجم تتعدى منه انتي، تبدا تمشي قدام وعندك على جنب يعطيك بتاع ستاف. وحاجة ثانية كي انتي تصرف على ستاف شوف، اللي انتي الفلوس هذيك تنجم تمشي ليفينمون،
تشوف تش دخل ماكينة أخرى ولا تش دخل ستاف باش تاكل لك أكثر فلوس، واللي ماهيش لوجيك بيان سور. يعني جايب دضايب العاني خاطر فما حل آخر، أما باش نعملو باش نفهمو الحل الآخر لازم نفهمو بالضبط شنو الإشكالية بالضبط. شو كيفاش شو المشكلة بالضبط؟ تو نقولو أنت مشيت ليفينمون، مشيت مع 8، قعدت كي دخلت الأول ما دخلت مع 8 لقيت لي راهو حكيت 5 ولا 6 من الناس قدام باب براني، أما ما نجمتوش تدخلو نتوما. تقعد تستنى ساعة ساعتين وتلاحظ بشوي بشوي كعبة 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 قاعدين يزيدوا لك الجروب هذاك لحد ما تلقى جروب كبير برشا. توصل مع 10 ل 11 وين يحلوا الباب، ومن بعد الباب تحل وعندك حكاية جيش كامل يحب يدخل من البيبان الصغار هذوكم. يعني المشكلة ماهوش اللي فما برشا ناس، المشكلة اللي راهو أنت على أول ما بديت من الأول ما خليتهمش يدخلوا. خاطر أنت كان بديت تحل 8 ولا تحل مع الأبكر برشا في الباب وتدخل الناس، الناس كيفاش يدخلوا مرتاحين اكثر. يعني جميع اللي كشي يتولهوا بالسيكوريتي مش شوفوا جيش كامل متكدس خاطر انت قعدت تلم ساعتين وثلاثه من الناس برا في قعدوا يتلموا الناس على ساعتين، شي يتعداو بالواحد بالواحد حتى في الخدمه نتاعهم باش يعديو باش يعديو ناس مرتاحين. وبيان سور كونك انت تحسن الدخله نتاع ليفلمون الناس باش يجيو في ليفلمون باش يكونوا مرتاحين اكثر، خاطر ما قعدوش يستنوا ساعه ولا ساعتين في الصف. اللي يردهم هما كونهم مونتالمون مرتاحين قادرين كيفاش يمشيو مثلا للستون تاع ليفلمون شي يشريو اكثر حاجات، ولا الانطباع الاولاني نتاع ليفينمون نتاعهم تحسن برشا. اما وقت تقول ماكس تجيب جوست تقدم وتطلع الوقت عندنا بروجرام نخدمو بيه، اما هي الفازة مش لازم تبدل البروجرام، خلي البروجرام نفسه. وشخص كيش يدخل ليفينمون يحط تايمر واحد مؤقت اقامه ربع ولا دورة وتوريك اوكي هاوكا عندك ساعتين ولا ثلاثة وهيك كيك كاونت داون تبدا تحسب لك الوقت اللي يبدا فيه البروجرام، باش على الاقل كي واحد يدخل ليفينمون هاكا عنده التايمر هذاك محطوط على الاكرون يوريك راهو هاكا حتى عندي الوقت هذاك مش وقتها يبدا البروجرام. تايمر وحط له زيد طرف غناء في الخلفيه باش الناس اللي يدخلوا يبداو مرتاحين، يبداو ما عندهمش برشا حس ويقعدوا يركحوا جوهم، ما يعملوش برشا مشاكل ويقعدوا مرتاحين. اما ذايا الفكره ذي راهي ما تخدم كي انتوما كايفينمون تكومونيكيو بالباهي. يعني قولوا للجماعه الحاضرين باش يحضروا ليديسيون جي ولا اللي من بعدها، تقول لهم اوكي يا جماعه نحن لاحظنا التشكيات نتاعكم، انتم كي مشيتوا ليفينمون تقلقتوا من الدخله نتاعها، تقلقتوا اللي راهو الصف طويل وتقلقتوا حتى من الشمس على رؤوسكم، فهمنا ذاك باش نقول لهم راهو ريت البيبان باش نخليكم تدخلوا ابكر، اما البرنامج باش يقعد نفس الوقت، يعني انتم باش نخليكم تدخلوا باش تكونوا في بلاصه كليماتيزي في بلاصه مرتاحه. لازم تقولوا هذاك اكزاكت باش نجم تفهموه. وراهو انتم كي تجيو تدخلوا في الوقت هذاك توقعوا اللي راهو البروجرام باش يبدا في اكس وقت، باش يبدا 10 ل 11 مع الوقت هذاك. وانت كون الناس ردتهم مرتاحين اكثر فممكن ممكن يراو باش يمشيو ستون ويصرفوا اكثر، نجم يمشيو للبيفات يصرفوا اكثر، سهلت الامور لجماعه الاودينس باش يحضر خاطر يدخل مرتاح، وسهلت الخدمه للستاف خاطر ماهوش يقعدوا يتكدسوا الناس ويدخلوا على الستاف جيش كامل، باش يقعدوا يدخلوا بالواحد بالواحد هكا على السلامه على السلامه ويتعدى. باش ترتاح الحكايه، باش ترتاح الحكايه للناس الكل. مش بالضروره الحل نتاعي بيراهم يظهر باهي، مش بالضروره 100% نجم يختم. مثلا هذوما حاجات اللي ممكن تاخذوها في الاعتبار. اول حاجه الستاف ممكن يتعب كونك انت تزيد تعطيه ساعتين زايدين باش تبداو مع 8 مع 9 والكل، نجم باش تخدموا اكثر سوايع، باش تخدموا ابكر ونجم تتعب. الحاجه الثانيه ما نعرفش عليكم، كان انتوما كاورجنيزاتور عندكم مشكله في اللي تبداو ابكر، مش في اللي تدخلوا انتوما ابكر. مثلا فما ايفنمونات يعملوها هذيا اللي قبل ما يبدا ليفينمون قبل ما يتحلوا الباب ليفينمون يشدوا يجربوا الماتيريال نتاعهم، ياخذوا يتستيو في الاوديو في الماتيريال الاوديو وفي الفيديو في الاكرون، ياخذوا يتستيو فيها باش يشوفوها كي تخدم ولا لا، خاطر لوجيك انت ما حاشكش في صوت ليفينمون الماتيريال نتاعك كادر. نجم مثلا سبب اخر حكيت التكلفه نتاع الضوء نتاع الكليماتيزور، انت كي كاري ليفينمون ما بالكش تخلص اكثر من جيبك باش تحل الكليماتيزور هذاك باش يخدم لك باش يبدا لك مع 8. هذا ذاك كبوسيبيليتي قاعد نجيب من عندي راهو حكا بوسيبيليتي شنو الاشكاليات لازم تصير بالنسبه للاورجنيزاتور، خاطر مش بالضروره اللي نعطيكم الحل اللي راهو كل شيء مريكل وكل شيء صحيح. هذا بالنسبه لحكايه الداخل. تقعد سيدي فما اشكاليه الكوميونيكاسيون، فما حاجات لاحظتها في حكايه الكوميونيكاسيون. ايه بالنسبه للناس ما يعرفوش الدخل الباب البراني ذاك في تقريبا 3 ولا 4 بيبان كل واحد منهم مخصص لحاجه، فما باب لجماعه الكومبيتيشن كوسبلاي،
فما باب باش تشري منه تيكي، فما باب لجماعة التيكي اون ليني، فما باب للتيكي للناس اللي عندهم تيكي ديجا بحسب ما متذكر من الميموار نتاعي. نورمالمون حس تشوفوا تو في اللقطة ذي قدامكم في الإكران اللي راهو حاطين بلاكة صغيرة بيضة، وشوفك الكتيبة تبداش حتى واضحة واللي تصعب الأمور بالباهي. أنت كان تبدا من قريب تنجم تشوف الكتيبة بالضبط بتاع كل باب إيش يعمل، أما كون الصف بتاع كوميكون طويل برشا كي تحط بربي عامل بلاكة كبيرة، خطر مش معناتها تصرف برشا، عامل معناتها متاع 100 ولا 150 طبعا بالأبيض وكحل، خطر أبيض وكحل كونتراستي برشا، تعملوا فون تغليظة تقول كوسبلاي كوسبلاي انترنس ولا كوسبلاي كومبيتيشن نقطي كوسبلاي كومبيتيشن، هاكو في الباب هذايا معناتها حطها بحذا الباب، أما تعملها بالكبير تعملها باللوين كونتراستي واضحة، مش تعملها ورقة صغيرة صح. بنفس الحاجة بالنسبة للبيبان الآخرين، خاطر للتو متذكر كاين حاجة برك اللي راهو فما كل وحدة كبيرة متاع تيكيليك، خاطر انتم استعملتوا تيكيليك وقتها باش تشريو التيكيات، بالنسبة للجميع اللي شارين تيكيات اون ليني تستعملوا سيرفيس تيكيليك، عندهم كل وحدة ترفرف هكا وحدة كبيرة مكتوب عليها تيكيليك، بالبعيد نجم تشوفها، بقية البيبان شيء، خاطر شنو تلقى ثلاثة صفوف طوال برشا، انت جا من البعيد نجمش تشوف البلاك هذيك، يعني انت توصل في الصف وانت تلقاك متبع كان بعد ما وصلت تقول من بعد نص ساعه وانت شفت الصف هذاك باش عرفت الصف نتاع شنو، واللي هي كونفوزيون مش نورمال. غير البلايك نتاع البراني كيفاش هم محطوطين، انت بعد ما تدخل ليفينمون ولاحظت هذيا كي مشيت ثاني في الاديسيون الثانيه جماعه السيكوريتي هما شادين الباب، ما نورمالمون انت راهو باش تمشي لجماعه السيكوريتي باش تعطيهم الساك نتاعك، تحضر قبل بالمسابقه قبل ما تمشي للباب نتاع السيكوريتي، تحضر الساك نتاعك على جنب، وعندك اي حاجه حديد تليفون مفتاح اي حاجه تحطها زاده في يدك على جنب، بشنو حط الساك على جنب حط تليفون والمفتاح على جنب وادخل في الديتكتور دو ميتال، تحط حطك البش نتاعك وتدخل في الديتكتور دو ميتال تدخل فيسا باش على الاقل الناس اللي وراك اللي كان فما صف طويل تتعداو فيسا الناس ورا بعضكم. مش هذيك الحاله اش صاير بالضبط، لاحظت لي راهو الراجل اللي يخدم تاع سيكوريتي شاد يبدا يعيط، حضروا الساك نتاعكم بالمسبق، حضروا الساك نتاعكم بالمسبق، حضروا الساك نتاعكم بالمسبق، ملومش فيه راهو قاعد يعرف في خدمته عادي، اما كان الستاف يعدي في يعطي في معلومه اكثر من يعرف الخدمه نتاعو، يعني انت كاورجنيزاتور عاملين غلطه في الـ في الكوميونيكاسيون. شنو نقصد نورمالمون نتاع السيكوريتي ما حاجتوش هو باش يشد يعيط حضروا الساك نتاعكم بالمسبق، مش يشد يعيط لاحمد وسامي وسلمى وربيع. نورمالمون نتوما كاورجنيزاتور عندكم الباج فيسبوك نتاعكم تقولوا اوكي ريت يا ناس اللي باش يجيو يدخلوا ليفينمون هاي الباز هذيا اش تاخذوها كي نتوما داخلين باش نعطيكم المعلومات هذيا باش تسهل لكم الدخله، على ما تدخل ليفينمون ريت الباب هذايا يعمل هكا، الباب هذايا لي هكا، والباب هذايا لي هكا، جماعة الكوسبلاي الكومبيتيسيون كوسبلاي تدخل الباب هذايا، جماعة شيشيو تيكي تدخل الباب هذايا، جماعة التيكي اون ليني تدخل الباب هذايا. لازم اعملوا فيديو تاع واحد يقول شكون باش واحد يجي معلم في الكلام فيديو، جوست واحد يوصل المعلومة وذيك 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 بسيطة الحكاية. بعد ما يدخلوا تقولوا اوكي يا جماعة الناس كيش تدخلوا في الباب الثاني راهو اوكي انتم دخلتوا الغادي هاكا عندكم الباب بتاع السيكوريتي تحضروا الساك نتاعكم بالمسبق، اي حاجة حديد تحطوها في القفل وتدخلوا على الباب، باش كل واحد كنتوما تعملوا في فيديو على الفيسبوك باش توصل فما كومام باش توصل لنسبة كبيرة من الناس يتفرج عليها، هذاك الكل يسهل الامور خاطر تو الناس يوليو واعيين بها، يوليو اوكي شنو ندخل في الصف هاكا شفته في الفيسبوك نعمل هكا 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 دفي اللي انت باش تقولها على الفيسبوك ومن بعد لازم باش تحط بلاكه بالنسبه للبيبان باش تعاود تذكر الناس اللي راهو الناس باش يدخلوا ليفينمون كي تبدا عندهم المعلومات هذيا تسهل برشا الاكسبيريونس نتاع الدخله، وبيان سور هي اكسبيريونس مهمه خاطر هي باش تكون الانطباع الاولاني على ليفينمون تاعكم. جوست ملاحظه على جنب بالنسبه للكومبيتيسيون كوسبلاي، اني واحد يمشي ليفينمون الكوميكون على جال كومبيتيسيون كوسبلاي من اكثر الحاجات اللي جبدتني، انتم حاطينها في البروغرام من الاخر بالكل من لوطه خاطر لوجيك انتم تحبوا الناس حتى شي يجيو رتار على الاقل يدخلوا ليفينمون ويتفرجوا عليها يحضروا عليها، اما بربي مش كيما عاملين ما تحطوهاش موخره برشا عليه، خاطر اني تو من الناس اللي سافرين من برا بالبيت اني نمشي من سوسه حتى لتونس العاصمه، فما ناس تقام من ابعد وابعد تقى واحد جاي من صفاقس ولا من ولايه اخرى
نحن الناس اللي ماشيين بالترا ولا مسافرين بذاك نجموش نتحملوا ان احنا نجيو نخرج من ليفينمون مؤخر برشا، نحبوا نحضروا حكايه الكوسبلاي. يعني بربي حتى كيفاش تحطوها مؤخر لوجيك، ما تحطوهاش مؤخر برشا في الاديسيون تاع عامله وزح مؤخر برشا، حطوها معناتها زون معقوله، يعني تحب في وسط في العشيه كيكا كيكا، مش مؤخر برشا برشا. حاولوا بقى بربي اعتبرونا نحن الناس اللي مسافرين. كونكلوزيون، باهي شنو تنجم تشد من الفيديو هذيا؟ اللي كل ما تأجل انت وقت بتاع الدخلة كل ما الناس يتلموا أكثر، كل ما الناس يتلموا أكثر وانت مبعدش تحل تولي عندك جيش يدخل عليك على البلاصة. يعني انت كالتأجير بتاع الوقت يضرك أكثر في الدخلة من اللول. الحاجة الثانية اللي راهو مش بالضرورة وقت الدخلة هو وقت البروجرام، نجم تدخل الناس أبكر وتخلي البروجرام بعد شوي. وهذا راهو خاصة أبليكابل كوميكون أكثر من إيفنمون آخر، خاطر كوميكون بلاصة كبيرة، حتى الناس باش يمشيو يدخلوا الغادي عندهم ما يعمل، فما برشا ستاندات والبلاصة واسعة. في ايفينمونات اخرين اصعب شوية باش تكون ابليكابل هذه. الحاجة الثالثة الستاف لوجيك اللي يعمل في كوميونيكاسيون، لوجيك اللي واحد من ستاف يقول لك معلومة انت كاودينس كجمهور. اما كان ستاف يقعد يعاود في نفس المعلومة ويعاود 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 ويعاود، انت كاورجنيزاتور عامل بونك، خاطر راه فما مشكلة، راه الناس ما يعرفوش الحاجة هذيك. انت كاورجنايزاتور لازم تغزر اوكي شنو المعلومه اللي قاعده تتعاود برشا اللي الناس مش واعيين بها وتعلمهم، خاطر انتم عندكم الفيسبوك عندكم البلاتفورمات اللي نجموا توصلوا لهم بالباهي، ونحن كجمهور معاملين عليكم انتم باش توصلوا المعلومات بالباهي. اون جينيرال حاولوا تساووا هذوما. بيان سور كان عندكم اي نقد ولا اي حتى حلول اخرين للمواضيع هذوما، كان تحب هكا في الكومنتات نجم تكتب، ولا لازم اعمل فيديو على روحك، خاطر مذابيني نشوف اكثر فيديوهات فيدباك موجودين في اليوتيوب. حاليا البلاصة شايحة ما فما حتى شيء باهي، ما فماش برشا معلومات باهين يعاونوا في جميع الاورجنيزاتور. كان تحب اعمل انت فيديو اخرى ولا عندك حلول حطهم لي في الكومنتات، وبهذاك نقول لكم تشاو.